بغيتي اختي لي لبستي هتجي معاك، لبستي جلابه، لبستي القفطان، اي حاجه تجي معاك. العرسه الجايه كنا كنبغيو نحصلوا على واحد الفورمه اللي هي زويونه، غنحيو بها بهاد الوصفه هذه ان شاء الله، غتحيي لك العضله النائمه وغتحصلي على واحد الفورمه اللي هي اي سيده كتمناها، غير بالكيس ديال الخميره فقط لا غير، موجوده للناس في كل دار. تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر، غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال الاستعمال، والوصفه راه زويونه وفعاله. خواتاتي وصحباتي الزوينات المهمات العائله، ناشطين فرحانين ان شاء الله ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير فين ما كنتو اشم ما كنتو كديروا. خواتات وصحابات ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه زوينه اختي. ما غتمشي لعند اطباء، ما غتمشي على صحاب التجميل، ما غتخسري حتى شي حاجه، غتبقي اختي في دارك وان شاء الله اختي غتشوفي النتيجه ان شاء الله الا داومتي معايا هذه الوصفه هذه. البنات ما كاينش شي وحده فينا ما كتبغيش انها تربي المناطق الحساسه او اي بلاصه اللي فيها او كيف ما كنقولوا حنايا المناطق الانثويه، ما كايناش شي مراه فينا اللي ما كتبغيش. البنات اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم واحد الوصفه زوينه اختي، كيف ما قلت لك ما غتمشي لعند اطباء لا حتى شي حاجه، معايا ان شاء الله غتجربي هذه الوصفه هذه وغادي تردي عليا ان شاء الله الخبر. هذه الوصفه البنات زوينه فعاله، كتربي لنا المناطق الحساسه، الصيقان، الفخاد ديالنا، اي بلاصه او العضله كيف ما كنقولوا العضله النائمه او العضله الناعسه. هذه البنات هي هذه الوصفه هذه ان شاء الله غادي تربيها لينا، واي بلاصه عندنا يعني ناعسه غادي ان شاء الله غتحركها هذه الوصفه هذه ان شاء الله، وغادي تشوفوا معايا وغادي تعجبكم باذن الله. غير هو حاجه وحده البنات قبل ما نبدا كنقول لكم دائما الوصفه الطبيعيه داوموا عليهم، لان الوصفه الطبيعيه كتبغي واحد شويه ديال الوقت، باش فهمتوا البنات تخلي واحد شويه ديال الوقت باش غادي ان شاء الله غتبان لكم النتيجه وغتردوا عليا ان شاء الله الاخبار. كيف ما قلت لكم اخواتاتي ما غتشريو حتى شي حاجه، او ربما حتى اللي شريتو غادي تخسروا 10 دريال، غتخسري اختي غير 10 دريال. هذا المكون البنات السحري اللي عندنا في البيت ديالنا اللي هو الخميره ديال الحلوه، ها انتم الغزاله ديالي الخميره ديال الحلوه، اي اختي الخميره ديال الحلوه بهذه باش غادي تربي المناطق الحساسه او غادي تفيقي العضله النائمه او العضله الانثويه، هي باش غادي تربي بها ان شاء الله هذه الوصفه او هذا المكون السحري. كيف ما قلت لكم البنات ما غادي تشريو ما حتى شي حاجه، كاين اللي عندنا يعني كاين شي مرا اللي ما عندهاش الخميره يعني في البيت ديالها، يعني كلشي نساء عندهم في البيت، وحتى لما كانت كنشريو غير ب 10 دريال. هذا المكون السحري البنات غادي نضيفوا عليه واحد الحاجه اللي هي غادي تعجبكم ان شاء الله، وكونوا اكيدين اكيدين غادي تحمقوا عليها. وكيف ما قلت لكم الغزالات ديالي يعني داوموا على هذه الوصفه هذه، راه ان شاء الله غادي تلقاو عليها واحد النتيجه زوينه. بالنسبه للبنات الخميره، الخميره راه كدار بزاف ديال الوصفات الطبيعيه اللي ان شاء الله غادي نشارك معكم، وفيت لانني مشاركه معكم وصفه طبيعيه بالخميره. الخميره البنات ديال الحلوه راه غزاله 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 بزاف، ما تخافوش منها. غير هو البنات قبل ما نبدا هذه الوصفه هذه ما تستعملوهاش نهائيا للوجه ديالكم، يعني استعملوها غير المناطق الحساسه او المناطق الانثويه اللي كنبغيو اننا نربيوها فقط لا غير، يعني الوجه ديالنا غادي نبعدوا عليه نهائيا. انا غنجيب مكون ثاني وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله من الاول حتى الاخر لا فيديو باش تعرفوا كل حاجه، يعني كل حاجه علاش المكون اللي غنضيفوا عليه هذه الوصفه هذه اللي غتنمي لنا العضله النائمه وغادي تكبر لنا المناطق الحساسه او اي منطقه او الارداف كيف ما كنقولوا او الصيقان او اي بلاصه بغيتوا البنات تكبروها، راه هاد الوصفه هذه راه زوينه 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 بزاف. انا البنات غادي نعطيكم واحد المكون وانتم يمكن لكم انكم تغيروه او اللي عندكم انكم تستعملوه. هنا غزاله ديالي كيف ما كتشوفوا هنا عندي الزيت ديال الحلبه، الزيت ديال الحلبه كيف ما كنعرفوا البنات على ان الحلبه راها كتغلطنا، يعني ما كاينش اللي ما عارفش ان الحلبه كتزيد في الوزن، يعني هذه راه معروفه معروفه البنات. اما الزيت ديال الحلبه البنات راه غزال 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 بزاف. الا كان عندكم غير الزيت ديال الحلبه بالنسبه لحتى ديال البنات اللي عندها الزيت ديال الحلبه، انها دير المساج للتا ديالها بالزيت ديال الحلبه راه زوين 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 بزاف. الا ما عندكمش البنات الزيت ديال الحلبه يمكن نستعملوا زيت ديال جونسون بيبي كيف ما كتشوفوا، حتى هو راه زوين كيخلينا الريحه ديالنا يعني زوينه في الجسم ديالنا، لان كما كتعرفوا زيت ديال الحلبه واحد شويه كاين فيه الريحه. اللي بغات انها تعوضه بالزيت ديال جونسون تعوضه، اللي عندها الزيت البلديه تعوضها بها، اللي عندها حتى الزيت الروميه تعوضها بها. يعني انا عطيتكم المكون الرئيسي وانتم غيروا يعني كيف ما بغيتوا، الاساس هو انكم تبعوا معايا وتشوفوا معايا البنات يعني الطريقه اللي غادي نخدموا بها
هاد الوصفه هذه. هنا ما كتمشتو حاجتنا الخميره، غادي ناخذ هنايا تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت، يعني الزيت ديال الحلبه كيف ما كتشوفوا. يعني قلت لكم بغيتوا تعوضوا، ما كانش عندكم بتعوضوا باي زيت عندكم في البيت عوضوا به، يعني ماشي مشكل. المهم هو اننا يعني نطبقوا الوصفه يعني كيف ما هي. غادي ناخذوا البنات الكيس ديال الخميره كيف ما كتشوفوا هنا البنات، كيف ما قلت لكم 4 ديال المعالق ديال الزيت، اي زيت عندكم. وغادي ناخذوا واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات كما كتشوفوا، وغادي نضيفوا على هاد الزيت هذا، وغادي نخلطوه مزيان البنات. خلطوه 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 حتى غادي ينسجم لينا مزيان هاد الزيت هذا مع الخميره، الزيت هذا ينسجم لنا مزيان مع الخميره هذه. وكيف ما قلت لكم يعني الا كان زيت ديال الحلبه راه زوين البنات، يعني راه تيغلضنا او كينم لنا وكيفيق لنا المنطقه اللي حنايا بغيناها. انتم ملي كنخلطوا شكون كيولي شتي، يعني كنخلطوا مزيان. وكيف ما قلت لكم عندكم حتى زيت الزيتون ممكن لكم انكم تستعملوا، ولكن انا البنات كنصحكم كنعاود نصحها اي سيده بغات تستعمل هذه الوصفه هذه وبغات تعطيها واحد النتيجه اللي هي يعني سريعه تستعمل زيت ديال الحلبه. ومن الاحسن البنات ما تاخذوش يعني زيت ديال الحلبه من الاماكن اللي هي غير موثوق فيها، خذوه من الفارماسيان او من بارا، راه واخا هكاك يعني واخا يكون يجيك هكا الثمن ديالو يعني شويه غالي على صحاب اللي كيبيعوه هكا في الزنقه ولا شي حاجه، راه كوني اكيد يعني كتاخذي شي حاجه اللي هي ايفيكاس. دائما الزيوت ناخذوهم من الفارماسيان او من بار فارماسي، راه كيكون يعني المصدر ديال الثقه. كما كتشوفوا معايا البنات انا دابا خلطته. بالنسبه لطريقه الاستعمال انا غنجيكم من طريقه الاستعمال اللي هي خاصكم انكم تطبقوها مزيان، يعني طريقه الاستعمال هي الاهم. بالنسبه لبنات طريقه الاستعمال، غادي ناخذوا هذا الزيت هذا، غادي ناخذوه وغادي نديروا به مساج للاماكن اللي حنا بغينا، يعني البلاصه اللي حنا بغينا اننا نحيوها من جديد، يعني المنطقه العضله النائمه هي اللي غادي نستعملوا فيها. كيف ما قلت لكم البنات استعملوا الصيقان، استعملوا الفخاد، استعملوا الارداف، استعملوه حتى الدرعان، يعني اللي بغات تنمي الدرعان ديالها، يعني اي منطقه او اي عضله نائمه ممكن لكم انكم يعني تستعملوه. كيف ما قلت لكم الغزالات ديالي غادي تشدوا هذا الزيت هذا، غادي تشدوه وغادي تدهنوا به يعني المنطقه اللي نتوما بغيتو، غادي تبقاو تعملوا مساج من تحت يعني من الاسفل للاعلى، من الاسفل للاعلى. المهم راكم عارفين البنات يعني اللي بغات دير الارداف تعطي لاختها ولا صاحبتها انها دير ليها المساج لهذيك البلاصه، وتبقى يعني تستعمل يعني من الاسفل للاعلى من الاسفل للاعلى، حتى باش ان العضله النائمه يعني كتحينا من جديد. والاهم من هذا الشيء كامل البنات، يعني ملي كنديروا هذه الوصفه هذه كنتغطاو، يعني سمحوا لي البنات الا طولت عليكم الشرح، وانما بغيت نعطيكم هذاك الشيء اون ديتا، يعني ماشي غير نعطيكم غير هكاك وصافي. الا بغيتوا البنات انها يعني تعطيكم مفعول اكثر واكثر، واخا غيجيكم البنات الصهد او ان دابا حنا داخلين على الصيف، هذه الوصفه البنات كتبغي انك تكوني يعني سخونه، يعني تسخني. ملي كتستعملوا هذه الوصفه هذه البنات كنشدوا واحد المانطا وكنتغطاو بها تقريبا واحد المده ديال ساعتين 4 سوايع، هو من الاحسن من الاحسن تستعملوها يعني بالليل، يعني بالليل بقيتي اللي غنبغيو حنايا يعني نعسو فيها كان احسن، لان هذه الوصفه هذه البنات كتبغي انها تدخل في الجسم ديالنا او تدخل في العضله النائمه، واش فهمتونا البنات؟ يعني تدخل في العضله النائمه باش انها كتحيا من جديد، يعني هذيك السخونيه كتدخل يعني كتدخل هذه الوصفه هذه في هذيك السخونيه وكتعطينا باذن الله النتيجه. بقاو البنات تستعملوها حتى تشوفوا النتيجه، يعني حتى تشوفوا الاماكن او العضله اللي هي ميته انها حيات. ما نعطيكمش البنات الوقيته او المده، وانما انتوما اللي كتبقاو على حسب يعني كيفاش استعملتوها. والمساج البنات اللي كنأكد لكم هو المساج، اي بلاصه بغينا انها يعني تحيا من جديد المساج البنات هو احسن 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 حاجه. وهذه الوصفه البنات غتخليوها وغديروا معها يعني مساج، وغادي تفكروني وغادي تشوفوا بانها راه النتيجه راها مضمونه وزوينه البنات. يعني هذه الوصفه هذه راه غزاله 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 بزاف، كنتمنى منكم انكم تجربوها وتبارطاجوها مع اصحابكم ومحبابكم، وتخلونا واحد لايك اللي عجبكم لا فيديو. وهنا البنات كنسد لا فيديو ونقول لكم تهلاو في ريوسكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.